ازيكم جميعا، يا رب تكونوا كلكم كويسين. انا مبسوطه قوي النهارده ان انا معاكم. انا جهاد شعبان، دكتوره بيطريه وماستر ستودنت في معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئيه جامعه اسيوط. انا سعيده جدا اني كنت من الناس اللي فازوا في فيم لاب السنه دي. فيم لاب او مختبر الشهره هي مسابقه بتتعمل انترناشونالي كل سنه من 2005. ده الموسم الـ12 ليها. في ملاب بنحاول ان احنا نوصل معلومة علمية صحيحة، اكتشاف، اختراع، بحث معين او اي حاجة الناس ممكن تفهمها من الساينس، بحيث ان اللي مش دارس ساينس ده يقدر يفهمه. الكلام بتاعك او التوب بتاعك بيبقى في 3 دقايق. المسابقة السنة دي كانت الكومبيتيشن فيها عالية، من وسط الالاف اللي قدموا فضلنا ندخل في تصفيات لحد ما وصلنا للفاينل بـ7 اشخاص. كنت مبسوطة قوي ان انا من الـ7 دول، ومبسوطة اكتر ان من الناس اللي اخدت مراكز في ملعب. المركز الاول فيها او الجايزة الاولى بتبقى للوينر اللي بيمثل مصر في مؤتمر شيلتنهام للعلوم. الجايزة الثانية بتبقى الرانر اب. الجايزة الثالثة وهي جايزة تصويت الجمهور، ودي جايزة مقدمة من أكاديمية البحث العلمي، دي أخدتها أنا. سعيدة جدا بيها، وشاكرة لكل الناس اللي صوتوا لي واللي دعموني من أهلي وأصدقائي وأساتذتي وزمايلي. الإكسبيرينس اللي أخدتها من فيم لاب السنة دي كانت هايلة، من الجورز أو الفيم لابرز زمايلي كل السبعة، أو كل الناس اللي قدمت من أول فيم لاب لحد ما وصلنا، كلهم كسبانين أكيد. كلنا فرحانين ببعض، مبسوطين قوي ان احنا قدرنا نعمل كوميونيكيشن بين الناس وبين الساينس، لان دي حاجه تعبنا فيها قوي الفتره اللي فاتت، فتره كورونا والمعلومات الغلط اللي كانت بتطلع ومحدش كان بيطلع يصحح ده. بس دلوقتي نقدر نقول ان في كوميونيكيشن بين الناس وبين الساينس. كنت سعيده قوي اني من الكيان ده واصبحت من الفاميلي، فدي حاجه اسعدتني جدا، واتمنى كل الناس تقدم السنه الجايه. في ملاب الموضوع مش صعب، محتاج بس يكون عندك كاريزما، تكون المحتوى بتاعك صحيح، تكون واضح وبسيط بحيث ان الناس تفهمك. لو بتنطبق عليك الشروط دي فأكيد قدم في ملاب، وأتمنى التوفيق لكل الناس، وميرسي لكل صوتك.